اللهم سدد خطانا ووفقنا إلى ما نحن مقبلون عليه. آمين. الظاهر البشاري الحلوة جاتنا جبيه. كلامك حلو يا شيخ حسن. مالك الزاهر؟ لا لا، قصدي أول مرة أسيب فيها أمي. بس أنا جيب باشا، ما واحد بيعيط على أبوه والتاني بيعيط على أمه. تلم نفسك يا إبراهيم، مش ناقصك من أولها. بس بقى ما تتلم. يلا تلميت يا باشا. الملف السعد، بقول لك البشاري الحلوة جت. والله زي ما بقول لك كده يا ناجي بيه. جت إزاي يا شيخ حسن؟ شفت منام ليله امبارح. شفت يا شيخ حسن؟ شفت خير، اللهم اجعله خير. قال ايه؟ احنا كلنا زي ما احنا كده، لابسين ابيض في ابيض وماشيين في حديقه غناء وارفه الاشجار، نجري ونلعب ونلهو، ومن فوقنا الطيور والفراشات تتطير وترفرف وتهفف. الله الله يا شيخ حسن، الله. وده معناه ايه يا شيخ حسن؟ إن موعدنا الجنة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أمواتا؟ شيخ حسن، هو أنت بالنسبة للمنام عندك يعني يبقى كله في الآخرة؟ ما فيش حاجة في الدنيا؟ ايه اللي اخره؟ احنا مش معادنا 8؟ الغيب حجته معاه. اهو جه اهو يا باشا. امسك يا مؤاخذه يا باشا، انا عارف انك زعلان مني، بس صدقني انا قاعد مستني حضرتك من الفجريه، واول ما الميعاد هبق امي اتشكلت في الحته، سلبت امي من الخناقه وجيت لحضرتك جري. انا مواعيدي ما فيهاش هزار يا عبد الجليل. عارف يا باشا، بس اعمل ايه بقى في الوليه ام ثابت دلقت على امي جارده الميه وسخه، امي بقى ما سكتتش، قامت طالعه جايباها من شعرها بقميص النوم ومسحت بيها المنطقه، والراجل بقى الراجل هو جوز الوليه ام ثابت ده نزل قال ايه عرض لنا في صوته ويفتح لنا صدره. ما انت عارفه يا باشا. عارف مين؟ جوز الوليه ام ثابت. جوز الوليه ام ثابت مين؟ مسعد. مسعد مين؟ مسعد يا باشا، مسعد. فاكر حضرتك لما مؤاخذه لما جيت لنا البيت كان في راجل في الشباك اللي قابلنا عمال يكارك؟ يكارك؟ اه يكارك. والوليه ام ثابت رمت على امك ميه وسخه ليه؟ اصلها مره كياده، مره كياده يا باشا، بتكيد امي عشان احنا بيتنا وقع وهي بتبات في الشارع وهي بيتها لسه سليم، بس يمين بالله انا بدراعي واحد في حته البيت اجيبه ارض ارض، ولعلمك يا باشا انا امي عملت معاها الصح هي وجوزها مسعد. انت هتقلب دماغي؟ انا مال انا ومال امك وام ثابت ومسعد؟ المهم وصلت الحاجه اللي انا بعتها معاك؟ وصلت يا كبير، وصلت. اطلع ابراهيم. انا اروح فين ان شاء الله؟ بورسعيد. ايه ده باشا، هو انت مش كنت قلت لي ان احنا هنهبق على بنك في اسرائيل؟ اه. اسرائيل احتلت بورسعيد؟ يا جدعان حد يكلمه. حد يكلمه خلاص بدل ما اغلط فيه. انا اسف يا باشا، انا اسف كبير. اطلع ابراهيم. بقول لك يا زميكي، هو الكبير زعل ولا ايه؟ يا دوم يا دوم يا دوم. Thank you.
عليا نعمة يا كبير. انت الشغل معاك لذة لذة، يعني رز وسمك وفصفور والبحر كمان، ده احنا في الجنة. بقول لك يا كبير، انا من رأيي يعني ان احنا بعد ما نهبق على البنك ده ونشطفه ندور على بنك تاني على طول كده، حموتها في حموتها كده على طول دوره ده. وانت هتفتكر بعد ما هتسرق البنك ده هتحتاج بنك تاني تسرقه؟ مش احسن ما نقعد عطيه يا باشا؟ ده الايد البطاله نكسب اهو. الطمع ده هو اللي هيودينا ورا الشمس. القناعه كنز لا يفنى. هو بنك واحد كفايه، ها نسرقه وبارك الله فيما رزق. الله يا شيخ حسن، اللهم بارك فيك. تعرفوا احنا رايحين نسرق البنك ده بالذات ليه؟ يا باشا اتكل على الله. ليه ايه؟ ده سؤال رزق وربنا بعته لنا وصحبه حلوه. وبيني وبينك الواحد كان محتاج يغير جو من زمان. انت ليه يا ابراهيم محسسني كده ان احنا طالعين رحله؟ واخد المساله ببساطه ورايق قوي. احنا داخلين على عمليه خطيره، عمليه شبه انتحاريه. اي خطا قد كده ممكن يودينا في داهيه. فاهم يا ابراهيم؟ فاهم يا باشا. يكفينا ثوابا يا باشا أننا سنغزو أعدائنا في عقر دارهم حتى لو متنا. متنا؟ متنا إيه؟ متنا إيه؟ حرام عليك يا شيخ حسن، فالله على فعلك. وأنت عبد الجليل؟ بص يا كبير، أنا بدل ما أهبق على الحتة عندنا وأقعد أبلطج على العيال، إحنا نهبق على الناس المفترية دي. هما أولى. وأنت تهامي؟ أنا جعان يا باشا، وأنا لما بجوع ما بعرفش أفكر. إنما سيادتك ما قلتلناش يا باشا، إشمعنى البنك ده بالذات اللي هنسرقه؟ اليهود احتلوا فلسطين بعد ما عملوا مجازر وطردوا أهلها الشرعيين. خد بالك، قال إيه بقى حجتهم في دي؟ إنهم كانوا في الحتة دي من 3000 سنة، قعدوا لهم شوية وهم هناك. خد بالك، بعد الحرب العالمية الثانية إسرائيل طلبت ألمانيا بمليارات تعويض على اللي عمله هتلر في اليهود، ومحدش يتكلم. الألمان دفعوا لهم ولسه بيدفعوا لهم لغايه دلوقتي. واليهود يقول لك ايه؟ ده حقنا. بعد كده تدوروا على سويسرا. ايه بقى؟ قال لك احنا جدودنا كانوا حاطين فلوس في بنوك سويسرا ايام الحرب. احنا عايزين الفلوس دي. خدوا من سويسرا مليارات. وقالوا ده حقنا. ومحدش يتكلم. احنا كمان من حقنا. ناخد حقنا. يا نجيبيه، الحق لا يموت ابدا. الله يفتح عليك يا شيخ حسن. يا أمين يا أمين يا أمين. أيوة بس إحنا لينا حق عندهم يا باشا. أمال إيه؟ بني إسرائيل لما خرجوا من مصر خدوا معاهم ذهب وفضة ونحاس بما يساوي مليارات دلوقتي. يا ولاد الحرامية، أتاري سعر الحديد وقلع في مصر. بنك اليوم مين اللي إحنا حنصته عليه في ما لا يقل عن نص مليار دولار. فضل ونعمة نجبيه، بارك الله في القليل. الفلوس دي جزء من المعونة الأمريكية العسكرية اللي إسرائيل بتدفع منها مرتبات الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي اللي دمر غزة ودمر الجنوب وقتل المدنيين. الفلوس دي هناخدها من هناك ونجيبها هنا في مصر، وكل واحد هياخد نصيبه. وزي ما روحنا زي ما جينا. يا أمين يا أمين يا أمين يا أمين. بقول لك ايه يا ابني، ما تشوفوا لي أمين ده راح فين؟ الست